تكلم عن القطاع النفطي، طبعا هذا الملف لابد نعطي حقه من التعامل معه، لأن هذا يشكل الرافد الأساسي لمدخول الدولة. الاستقرار مطلوب في القطاع النفطي بكافة ما عليه وما له من معطيات. فهذا القطاع الحساس إذا ما نتعامل معه بحرفنة وبأسلوب واضح وشفاف راح نقع في المصايب مثل ما صار عندنا في الداو كيميكال. فبالتالي هذا القطاع لابد أن يكون له تركيز وتوجيه، بأن لابد أن نقف على كل ما له عليه. أنا أتكلم على قضية الإضراب اللي صارت، أنا أقول الإضراب حق طبيعي بأن الإنسان يتكلم بما له، بأن مطالبات موجودة وما شابه ذلك، ولكن للأسف أن هناك ناس غير مستحقين يطالبون بحقوق المستحقين، لأن أنا رأي تجربة في هذا العمل. عندما يأتي الشخص الفني وهو صاحب الاستحقاق الحقيقي والأصيل في كل شيء، في المميزات والحقوق، يأتي الشخص الإداري يبي يصير مثله، وهذه مشكلة القطاع النفطي، بأن الحمل الإداري هو اللي عامل الربكة في هذا الموضوع.